جاتني عن طريق الأصدقاء ديالي، عن طريق لافامي ديالي، شجعوني باش نجي من ديار بريطانيا لأنني كنكمل الدراسة ديالي تما. شاركت الحمد لله وفزت. المسابقة اللي غنشارك فيها هي كيف قلت لك مسابقة ديال على مستوى العالم العربي. كاينين 22 متنافسة من الدول العربية كلها، أنا كنمثل دولة المغرب. كلمة الجمهور ديالي كنبغيكم بزاف، كنتمنى تدعموني، كنتمنى تكونوا معايا ديما، وكنبغيكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.